طيب، بخصوص هذه النقطة معنا مباشرة من واشنطن الأستاذ محمد سعيد الوافي، إعلامي وخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك مجددا سيدي. ما رأيكم بخصوص ما قاله زميلي أنس؟ هل تعتقدون أن جو بايدن سيستمر في مهامه الرئاسية إلى حين انقضاء ولايته؟ مرحبا، مرحبا بك وبأنس، وغدا إن شاء الله أكون عندكم في المغرب، فأنا في طريق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا لم أسمع أنس ولكن سمعت آخر مداخلة له والمتعلقة بقضية ما مدى ممارسة الرئيس هذا. طبعا هذا حق دستوري للرئيس الأمريكي خلال 3.5 أشهر المقبلة ليكمل فترته الرئاسية، ولن يسلم مفاتيح البيت الأبيض ولن يسلم السلطة إلا للرئيس المقبل في يناير 2025. بعبارة أخرى، أننا نحن الآن أمام انتقال جوهري فيما يتعلق بمهمة المرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، وليس تنحية بايدن عن منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، والفرق شاسع طبعا. نعم، بترشح الآن الرئيس بايدن أعلن قبل قليل دعمه لترشح نائبته كامالا هاريس. برأيك هل كامالا هاريس مرشحة قوية لتخوض الرئاسيات ضد دونالد ترامب؟ قطعا لا. أولا دعني أضع المشاهد الكريم في صورة ما حصل من تشنج بين حملة بايدن وبين مكتب كامالا هاريس في الأيام الأخيرة، حيث كان هناك بعض الانتقاد بالقول أن كامالا هاريس ليست لديها القدرة أو أن بايدن لديه قدرة أكبر على مواجهة دونالد ترامب، وهذا الأمر أغضب مكتب كامالا هاريس ودخلوا في نقاش مع البيت الأبيض طبعا. والآن يتم كما يقال بالعامية لمس الموضوع، ودعم بايدن لكامالا هاريس هو أمر طبيعي، وحتى من الناحية الدستورية هو اختارها كنائبة للرئيس بما يقتضي ذلك من انتقال لكل الصلاحيات، وبالتالي لم يكن له بد آخر. ثم دعني أقول سر كذلك بلغني أن بايدن لم يعد له أصدقاء داخل كبار الحزب الديمقراطي، حتى أقرب المقربين إليه وهو الرئيس باراك أوباما كان نوعا ما قاسيا عليه، وإن كان قد استعمل لغة دبلوماسية، لغة فيها نوع من المرونة، لكن بايدن مستاء من العديد من قيادات الحزب الديمقراطي، واختياره لكامالا هاريس هو إحراج للبيض داخل الحزب الديمقراطي. وهذه نقطة مهمة، أن كامالا هاريس هي من أصول هندية من الهند، وهي ليست أمريكية شقراء زرقاء العينين، وبالتالي في الولايات المتحدة الآن داخل صفوف الحزب الديمقراطي يرون بأن ترشحها لكي تكون أول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة، وربما تكون أول امرأة تتولى بعد تنحي رئيس، وبالتالي جعل اسمها كما يقال ليجاسي، أو رفع هذا الاسم ليصير رمزا في الولايات المتحدة، هذا أمر مرفوض. حتى خلال ترشحها مع الرئيس بايدن وصلتني عدة أخبار من مصادر موثوقة جدا أنه كانت هناك معارضة لبايدن حين اختارها كنائبة للرئيس. إذا نحن أمام مرشحة لا تملك القدرة أمام دونالد ترامب الأمريكي الذي يعطي الرمز الرجل الأمريكي الشعبوي الوطني، وبالتالي كيف تأتي بمرشحة؟ إذا كانت هيلاري كلينتون نفسها الأمريكية وزوجها الرئيس السابق لم تستطع. أمريكا أعتقد غير جاهزة الآن لاختيار امرأة عموما، فبالأحرى أن تكون هذه المرأة من أصول أجنبية. هل يعني ذلك أن الحزب الديمقراطي اليوم يتخبط لاختيار اسم قوي قد يخوض به هذه الرئاسيات؟ أنا سأقول لك سر ولا يسمعنا إلا السادة المشاهدين، سر
كبير، وهو أن الحزب الديمقراطي الآن دخل في نفق هو أكثر خطورة من نفق تمحية بايدن عن 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 الترشح. هذا النفق سيؤدي إلى بلقنة الحزب الديمقراطي، غياب القيادات الكبرى، غياب وجوه الكاريزماتية داخل الحزب، وكذلك حتى لو فرضنا عبثا أن الحزب الديمقراطي اختار مرشحا يقبله الجميع، هذا الجدل قد يستغرق على الأقل من الآن وإلى غاية انعقاد المؤتمر الديمقراطي في أغسطس المقبل، أغسطس بعد أيام قليلة سوف يكون هناك انعقاد مؤتمر لحزب الديمقراطي، المؤتمر الوطني. ماذا سيحدث داخل المؤتمر الوطني؟ فريق لا زال متشبثا ببايدن ويقول أنكم أرغمتموه وخنتوه وقمتم بخيانة الرئيس، وفريق متشبث بكمالا هاريس ويقول أنه أجنبية ونحن كلنا أمريكيين ولا فرق بيننا، فريق سيقول نريد رمزا قويا لكي يواجه المد الكبير للجمهوريين بقيادة دونالد ترامب، فيما فريق آخر ربما كينيدي، أقول لك ربما كينيدي، ربما هيلاري كلينتون تحيي أمالها في تحقيق هذا الحلم التاريخي لآل كلينتون بأن تعود إلى البيت الأبيض، ولما لا دعني أقول لك ميشيل أوباما، سمعت العديد من الديمقراطيين يتكلمون عن ميشيل أوباما. إذن الحزب الديمقراطي في أزمة حاليا وأزمة هيكلية من الدرجة الأولى. يعني أنتم ترجحون أن تكون أسهم الحزب تراجعت أو ربما الاستطلاعات رأي قد تتراجع أكثر حتى بعد تنحي جو بايدن من السباق الرئاسي. أشكرك محمد سعيد الوافي الإعلامي والخبير في الشؤون الأمريكية، كنت معنا مباشرة من واشنطن.